الولاد شبهه رح يبقوا معي. ليش تيبقوا معك اذا الباب بلزق الباب؟ رجاء نحن رح نجوز ببيتي، وطالما هن بلزقنا كأنه ساكنين معنا. رامز ابوهم تخلى عنهم مشان مرته الجديده، بدك يعني انا اتخلى عنهم لنفس السبب؟ انا ام، شو بدهم يقولوا عني؟ انت حضلي امه، وطالما انا برات البيت انت ممكن تكوني عنده، ويا ستي اهلا وسهلا فيهم وانا بالبيت كمان، البيت بيتهم بس انه يسكنوا معنا. يا رامز انا ما بقدر ما اقول لهم يجوا يسكنوا معنا، مع اني بعرف تمام انه سامر ما رح يقبل. واذا قبل؟ رجاء انت متزوجة قبل بمرة بس انا هي اول مرة، معقول يعني اتزوجوا في اثنين بالبيت؟ بعدين لو صغار كنا قلنا فيها وما فيها، بس يعني ما شاء الله سامر صار شاب ولينا صبية. تكرمي خلاص مثل ما بدك، انا اول ما اشوفهم انا رح احكي معهم بهذا الموضوع. من قلبك رامز؟ انا ما بدي الاولاد يكرهوني مثل ما كرهوا ابوه. يكرهوكي؟ ليش في حدا بيقدر يكرهني؟ بتعرف انا تفاجأت بمحبتك الي. هاي المحبة صار لزمان وكل ما لك كانت عم تكبر، بس انت محاسة فيه. بتعرف رامز وين الكارثة هلا؟ كيف بدي افتح لهم السيرة قبل ما تجي انت واهلك؟ عادي مثل ما تزوج ابوهم انت رح تتزوجي. ما بعرف، انا خايفة كتير من سامر، ما بعرف كيف رح يتقبل الموضوع. عيد سامر شو قلت؟ اخي في واحد بدي اياكم تضربوه. لا لا مو بس تضربوه، بدي اياكم تكسروه تكسير خرج. لك لعيونك ابو سمره، لعيونك الف خدمه ثلاث خدمه جبنا. استنى ادهم، ليش بدك اياكم نضربه؟ لا تسالوني. ولك حبيبي شو هي لا تسالوني؟ زهدي الله يخليك. سامر ما بصير هيك، نحن الامن ورفقتك رح نضرب لك يا، بس اذا انت ما حكيت لنا ليش انت ما بتكون رفيقنا. ما بقدر لكم. لك سامر ليكون متحركش باختك يعني او بامك مثلا؟ لا مو هيك المساله اخي، خلاص ما بدي منكم شيء. سامر لك سامر عم نتناقش. سكوا هلا.